بص قضيت بفضل الله تعالى وبركة دعاء الوالدين. امال اجراءات الجمارك بتبقى امتى؟ امال انا ما سبتك كنت بعمل ايه؟ بص ابو حنف، احنا ما عندناش وقت نضيعه، البضاعه ديت لازم تخرج ومن بكره تتقسم على التجار في المحافظات، بعد كده كل واحد فينا هيعمل اللي عليه طبقا للجدول المكتوب له واللي انا وريته لك امبارح. بس انا عندي سؤال يا استاذ كامل. اسال ابا، انت من حقك النهارده بس، بعد كده انت اللي هتشيل الليله كلها لوحدك. الله يكرمك. بص هو يعني مش سؤال، هو استفسار. انا لما شفت كراتين البضاعه، اللهم صل على النبي يعني، فسالت نفسي هو احنا ليه بنستلم البضاعه فرضاني كده؟ ها؟ يعني هو احنا ليه عاملين زي تجار الشنطه؟ لازم نستلم البضاعه بنفسنا ونحطها في شنط وبعدين ناخدها في القطارات نلف على المحافظات. يعني انا شايف لو جبنا عربيه ربع نقل هنوفر تكاليف كتيره قوي يا استاذ كام. ده انت كده ممكن تعدي عليك ايام ما توزعش غير على 4 5 بس، وفي الاخر يعني المكسب مش قد كده، ولا انا غلطان؟ شوف بقى ابو حنف، بما انك قصدت اهل الخبره فانا هقول لك، احنا كان عندنا عربيتين شغالين على الخط بنوزع بيهم، حلو. انما نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلد وازمه السيوله اللي عندنا بعنا العربيتين. قول لي ليه؟ انا اقول لك، شركات التجمير والمصانع بتاعتها طلعت النسوان من البيوت تبيع. انت ما عندكش فكره عن الموضوع ده ولا ايه؟ لا ما عنديش فكره، احنا عندنا مصانع بير السلم بس. نظرا للظروف الاقتصاديه بعنا العربيتين وسرحنا العماله، ما فاضلش عندنا في الشركه غراني والمحاسب والسكرتيري وبتاع البوفيه، وان شاء الله هنسرح بتاع البوفيه كمان. غريبه، مع اني عمري ما حسيت ان شافع يعني عدى عليه ازمات خالص. هي ديت عظمه شافع بيه، ما يحسسش اهل بيته باي ظروف اقتصاديه يمر بيها. عشان كده بقى موضوع العربيه هو ده السر. بتقول حاجه؟ لا مفيش يا استاذ كامل، انا بقول بلاش افتح الموضوع معاه، يعني مش عايز ازعله. وعلى فكره اوعى تكون فاكر يعني ان انا بقول لك الكلام ده عشان مكسل الف على المحافظات ولا حاجه، لا ده انا حمار شغل وعجبك، انا بس كان قصدي المصلحه. ربنا يوفقك يا طيب. شفت اهو، بتقول لي فراخ بيضه، دي فراخ بلدي متربيه على الغالي. اتكلم على ايه؟ بنت البنبوطيه اللي قلت لك عليها، هي واقفه هناك. يا ولاد اللذينة، شفت الواد الوسخ ماسك عليه ازاي؟ استاذ كامل احنا واقف نتفرج. تعالى محمود، محمود علي. يعني ينفع كده يا جماعه؟ اتنين على واحده. انت مالك ومال امك؟ خليك في حالك. وانت مالك ومال يا جدع؟ عايز ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفه جت سليمه. الله، وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقيت كويس؟ مع اني حاسس ان مش مظبوط، حاسس ان المستشفى بتلف بيه، مش عارف. ده من اثر التسمم، حقنة التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل. يا نهار اسود، هو ايه اللي كان مسمم بالظبط؟ الفول ولا البصل؟ فول ايه وبصل ايه يا ابني؟ المطوة يا حبيبي اللي انت اتضربت بيها في دراعك دي مطوة ملوثة، افهم بقى يا اخي. افهم ايه؟ هو في حد بيمشي بمطوة معقمة؟ لا ده انت ليك نفس تهزر بقى. حلوة حلوة. ده انتوا رايقين وجايين لي. انتوا مخطوبين؟ لا احنا مش مخطوبين. ما هو مش معقول تكونوا متجوزين، لان لو كنتوا متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغايه هنا. انا بسال بس علشان خاطر المحضر، الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس، بس ما اعرفش اتاخر ليه. محضر ايه بس يا دكتور؟ الموضوع مش مستاهل، دي جارتنا، وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع، واحد ما نعرفوش خالص، ما نعرفوش خالص. وعرفتوا بقى ازاي ان هو ابن حرام؟ شكينا فيه. في ايه يا دكتور؟ بقول لك واحد بيعكس واحده في الشارع، هيبقى ابن حلال ازاي بس؟ ويمين الله بتحصل. اسالني انا، بتجي لي الحالات دي كل يوم في المستشفى. وبعدين يا عم انا مالي، انا هعمل لك التقرير الطبي اللي هتبقى بالمحضر. محضر ايه؟ ما قال لك ما نعرفوش. ما نعرفوش خالص. انا مش مستريح لكم بصراحه. ولا احنا مرتاحين لك. بقول شويه كده يا اما، بقول لك ايه، لو انت عايز تصهين عن حقك يعني خايف منها او خايف عليها قول لي. وخاف ليه بس؟ هي دي تخاف منها؟ يعني انا بسال بس، يعني اللي كان ضربك يكون اخوها، ابن عمها، حد من اراضيشها؟ بقول لك انا بتجيل الحالات دي كتير كل يوم في المستشفى. انا ليه حاسس ان انا في محكمه الاسره مش في مستشفى؟ يا دكتور قلت لك اطمن خلاص. انت مش طمنتني على الجرح. عيب بقى كده تقول عليه جرح، ده مش جرح، ده خربوش صغير هتعالج منه.
وبعدين أنا لازم أعمل المحضر، فاهم؟ ويمين الله النهاردة حظك بوم. قول لي ليه؟ ليه؟ لأن النهاردة لا فيه حوادث ولا أي خناقات، والمستشفى فاضية علي أنا وأنت يا حبيبي. تصدق بالله ما كان حد عبرك أساساً. يلا يلا خدها واعتمد على الله، وبقابلني هتجيبك هنا كتير قوي. يا حرامي اوعي كده يا أما، يا ساتر يا رب يا دي النصيبة. دي واحدة شكلها قتلت جوزها وبتصوت عليه. على فكرة الراجل ده شكله ما كانش بيكذب. سيبك منه، ده راجل معقد، شكل مراته بتناوله بالشبشب كل يوم. على رأيك، بقولك ايه، فين الواد اللي كنت مرمطاه من الصبح؟ علي ده جري الندل، تلاقيه مستخبي في بيتنا. مستخبي ليه؟ هو هربان من البوليس. انت بتقول فيها هربان من الاحداث؟ علي هربان من الاحداث ليه؟ اصل ولع في جوز امه وهو نايم. لا اله الا الله. ومات؟ امه هي اللي اتحرقت فكرشته من البيت. علي حرق امه؟ علي حرق امه؟ اه يا